جزاكم الله خيرا. ما هي شروط الفدية في الحج؟ وهل تجزي إذا تركت للطير؟ شروط الفدية في الحج مثل شروط الأضحية، تكون سليمة من العيوب، وأن تكون بالسم المجزي وهي جذع الظأن الذي تم له 6 أشهر، أو ثني من سوى الظأن وهو من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. هذه هي السم المجزية، وأن تكون سليمة من المرض، سليمة من العرج، سليمة من العور، وأن تكون طيبة اللحم، ليست هزيلة لا تلقي، لابد من سلامتها من هذه العيوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم. وأما أنه يذبحها ويتركها للطير فهذا لا يجوز، إنما يذبحها عند المحتاجين ويتركها لهم أو يوزعها عليهم، هذا أفضل. وأيضا يأكل منها، السنة أن يأكل منها لقوله تعالى فكلوا منها، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه التي أهداها في حجة الوداع، فالأكل منها سنة. توزيعها على الفقراء والمحتاجين هذا أيضا متعين، أو تركها لهم يأخذونها ويتوازعونها، أما إهدارها وتركها لا يستفاد منها فهذا لا يجوز. نعم.